ممتاز. أنا بالعادة ضربتي أقوى من هيك، بس ما عم بثق فيك بنوب. شكراً. بالنسبة إلنا أهم شيء ما تنكشف هويتنا، مشان هيك هدفنا دائماً هو إنه نشل حركة الطرف الثاني بأقصر وقت ونهرب، تمام؟ وهلا رح نجرب وضعيات مختلفة ورح نشوف سيناريو الهرب تبعك. تمام. مثلاً رح أجي من الخلف، تمام؟ واعتبري إني مسكتك بشكل من الأشكال. إيه. خلصي حالك. العض ممنوع. أنا شو دخلني؟ شو يعني شو دخلني؟ أنا هيك بتخلص من الناس اللي بيهاجموني. والله؟ أنت كيف كنتي عايشة؟ معقول عم تسأل هيك سؤال وأنت بتعرف إني تربيت بالشوارع أنا؟ تمام، انسي الماضي، هالشي ممنوع. فيك تضربي بالرجل أو بالإيد هيك وبس، حاولي تضربي برجلك هي، عم تفهمي؟ ماشي؟ حلو، تمام. لا لا لا، خلص، حلو كتير.